الرحمن الرحيم. النهارده معادنا مع المراجعات النهائيه بقى، المراجعه النهائيه لمنهج البحته استعدادا للامتحان اللي هيكون يوم الاحد ان شاء الله. البحته مقسمه عندنا الى ثلاث اجزاء: علم حساب المثلثات وعلم التفاضل وعلم الجبر، اللي هو واخد يعتبر الجزء الاكبر لانه واخد وحدتين، اما التفاضل وحده واحده وحساب المثلثات وحده واحده، كانوا طبعا بيتم امتحانهم منفصلين، التفاضل مع حساب المثلثات في يوم والجبر لوحده في يوم. ولكن احنا هنستعد لهم ان شاء الله خلال الحصه دي ومراجعه بقيه الافرع في الحصتين اللي جايين. النهارده هنخليها للتفاضل، لو الوقت سعنا ممكن ندخل حساب مثلثات، لو الوقت ما سعناش هنكتفي بمراجعه التفاضل الحصه دي. كل التفاضل بتاع حضرتك في السنه دي بيتكلم عن حاجه واحده اسمها النهايات، تمام؟ وبعدين في جزء عن الاتصال في الاخر خالص. نبدا كيفية إيجاد النهاية أو الحكم على الاتصال بيانياً، هناخدها بيانياً الأول. وطالما بنقول بيانياً يبقى لازم تكون مرسومة الدالة قدامنا على محوري الإحداثيات السيني والصاد. هعمل كذا رسمة كده، أو يعني نعمل أكثر من نوع للدوال. لو فرضنا إن إحنا عندنا هنا نقطة بكام؟ بواحد. في دالة هنا عندها ثغرة، وهنا في دالة ممدودة إلى ما لا نهاية فوق، وهذه الثغرة تقابل على محور السينات واحد، وتقابل على محور الصادات ثلاثة. وراح قال لك اوجدي نهاية دالة سين عندما سين تؤول أو تقترب من العدد واحد. العدد اللي بتقول إليه السين بفترض إنه بيمر بيه خط رأسي، وأنا مطالب إن أنا أمشي على خط الدالة من ناحية اليمين مرة ومن ناحية اليسار مرة لغاية ما أخبط في هذا الخط الرأسي، وأشوف لما خبطت في الخط الرأسي في نقطة خبطان الخط أقابل كام على الصادات من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار. تعالوا نقترب من الخط الرأسي من ناحية اليمين، هنمشي على خط مين؟ على خط الدالة. احنا عمالين نقترب من الخط الرأسي المر بواحد لغاية ما وصلنا له. في لحظة وصولك ليه، ما يهمنيش إذا كانت صغرة أو غير صغرة في النهايات، في لحظة وصولك ليه تقابل كام على السينات؟ يبقى إذن النهاية اليمنى عندما اقتربنا من كام؟ من واحد، تكتب هكذا دالة واحد بس فوقها يكتب ايه؟ موجب. تقرأ نهاية نهاية دالة سين عندما سين تقول الى واحد من جهة اليمين، او ممكن تكتب كده نهاية دالة سين عندما سين تقول الى واحد من جهة اليمين. طلعت بكام النهاية دي؟ بثلاثة، وده الرقم الصادي المقابل. تعال نشوف النهاية من ناحية اليسار. هنجي من الخط ده، خط الدالة، ونقعد نقترب إلى أن نصل إلى الخط الرأسي المار بالواحد. ولما اقتربنا منه أو لمسناه نقابل كام على الصادات ساعتها؟ نقابل ثلاثة. وده معناه أن نهاية دالة واحد من جهة اليسار، أو ممكن تكتب بهذه الطريقة نهاية دالة سين لما السين تؤول إلى واحد من جهة اليسار برضو بثلاثة. لما تتساوى النهاية اليمنى بالنهاية اليسرى ويصبح هما الاثنين لهم نفس القيمة، ده معناه النهاية موجودة، ان النهاية موجودة عندما سين تقول واحد. طب موجودة وقيمتها بكام؟ بالقيمة المتساوية اللي تساوت فيها النهاية اليمنى والنهاية اليسرى، تمام؟ ناجي بقى لحتة الاتصال عشان نضيفها بالمرة هنا. هل الدالة متصلة عند سين تساوي واحد؟ الدالة هنا في الرسمة دي غير متصلة. ليه؟ لأن دالة واحد غير معرفة بسبب وجود مين؟ اللي النهاية ما اهتمتش بيها خالص. النهاية لا تهتم بالثغرات، النهاية تهتم بمفهوم الاقتراب من اليمين واليسار، والمهم عندي أن الاقتراب الأيمن والأيسر يكون مقابل نفس النقطة على الصادي، سواء كانت النقطة دي ثغرة أو كانت مغلقة، ما يهمش النهاية، إنما يهم الاتصال، لأن الاتصال بيشترط
ان عشان تكون الداله متصله عند نقطه معينه لازم النهايه اليمنى تتساوى مع النهايه اليسرى تتساوى مع قيمه الداله. يعني ايه قيمه الداله؟ يعني داله واحد من غير لا يمين ولا يسار، من غير موجب ولا سالب. كلمه دال واحد دي معناها قيمه داله واحد بكام؟ ما فيش بكام، غير معرفه، لان عندها في ايه؟ في صغره. فهنا داله واحد مالها غير معرفه. يبقى برغم ان النهايه موجوده بسبب تساوي النهايه اليمنى واليسرى، ولكن داله سين غير متصله عند سين تساوي واحد بسبب غير موجوده، الداله غير معرفه. نعم الداله اصبحت متصله لان قيمه داله واحد اصبحت بثلاثه هنا يا جهاد، برافو عليك. فتساوت قيمه النهايه اليمنى باليسرى بقيمه الداله اللي هي ثلاثه فاصبحت متصله، تمام؟ ولكن بسبب وجود الصغره دي خلتها غير متصله. تعالوا نروح هنا لان الداله غير معرفه. هذه هنا برضو ايه، هفرض ان ده كام؟ واحد. وهنا يا استاذ عامله كده داله تربيعيه، وتقابل هنا مثلا ثلاثه، جميل. وهنا ثغره والداله عامله كده، حلو الكلام. عايزين ندرس دي، هل نهايه داله سين موجوده عندما سين تقول لواحد؟ عشان نجاوب على هذا السؤال، عشان نجاوب على هذا السؤال هنبحث وجود النهاية اليمنى والنهاية اليسرى. طب ده نعمل عند مين؟ عند مين؟ يبقى كأني في خط رأسي مرسوم يمر بالواحد. أنا هفترض أن النقطة دي مقابلة لواحد هنا، تمام؟ يلا نتكلم بمفهوم النهاية الأول. مفهوم النهاية التي لا تهتم بالصغرات أو غيرها، تهتم فقط بالاقتراب. لو اقتربنا من هذا الخط الرأسي المر بواحد من ناحية اليمين، هنقترب منه من الخط ده، هنقترب نقترب نقترب إلى أن نصطدم بالخط ونشوف القراءة المقابلة على الصادات نلاقيها. يبقى النهاية اليمنى موجودة وقيمتها بثلاثة، يبقى دالة واحد من ناحية اليمين، أو ممكن تكتب بهذا الشكل، نهاية دالة سين عندما سين تقول إلى واحد من ناحية اليمين موجودة يا أستاذ وقيمتها بثلاثة. طب تعال نشوف النهاية اليسرى. لما نقترب من الخط الرأسي بس من ناحية اليسار، هنقترب من هنا لأن ما فيش رسمة ناحية اليسار غير دي. فتقول أنت بتبدأ منين؟ ببدأ بشوف على شمال الخط فين رسمة الدالة وبمشي عليها. هنا على شمال الخط في رسمة هنا مقابلة لدي؟ لا مفيش، الرسمة تحت، يبقى امشي عليها من تحت اهو. همشي 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 لغاية ما خبطت في الثغرة، لقيتني مقابل لكام صادات؟ واحد. يبقى ده معناه ان دالة واحد بس من جهة اليسار اللي ممكن تكتب على هذا الشكل، نهاية دالة سين لما سين تقول إلى واحد من جهة اليسار تساوي واحد. لو نلاحظ أن الرقمين غير متساويين، وده معناه أن النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى، وده معناه أن النهاية غير موجودة أصلا كحكم نهائي على النهاية. خد بالك، النهاية اليمنى موجودة والنهاية اليسرى موجودة مش غير معرفين، ولكن بقيمتين مختلفتين. يبقى بما أن النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى، يبقى حكمك النهائي على النهاية إنها غير موجودة. خلي كلمة غير معرفة دي للدالة يا جهاد، يبقى النهاية نقول عليها إيه؟ غير موجودة وغير معرفة، صح والله، تمام؟ طيب بما إن النهاية غير موجودة من الأول كده، يبقى الدالة غير متصلة من غير ما أدور على قيمة الدالة، من غير ما أدور. ليه؟ لأن الدالة حتى لو ليها قيمة فهي لن تتساوى مع قيمة النهاية، لأن النهاية أصلا غير موجودة، بس قيمة الدالة موجودة هنا. ليه يا استاذ؟ ما صغره اهي، ما هو صغره، ما هي مكفوله فوق. يبقى لو قلت لك داله واحد بكام، هتمسك الخط الراسي المر بالواحد لغايه ما تقابل له نقطه مكفوله، تمام؟
انا ماشي ماشي اهو مش مقابل حق. هاي لا لا دي ثغره، يبقى دي مش عند الواحد. لا ده فين النقطه المظلله؟ هي يا استاذ يبقى داله واحد تساوي ثلاثه، الداله موجوده ولكن غير متصله الداله عند س تساوي واحد. لماذا؟ بسبب عدم وجود النهايه. الحالة دي يا بنات بنسميها قفزة في الدالة. ايه قفزة دي كمان؟ ان النهايتين اليمنى واليسرى مش متساويين. ايه اللي سبب عدم تساويهم؟ القفزة اللي حصلت. القفزة دي خلت النهاية اليمنى تقابل رقم والنهاية اليسرى تقابل رقم تاني بسبب المسافة اللي حصلت ما بينهم. طب هنا عدم الاتصال كان ايه سببه؟ مفيش قفزه هنا، مفيش قفزه والله يا استاذ، اهم ماشيين كده زي الفل، بس اتقطعوا في نقطه، اتقطعت نقطه، مجرد نقطه، الثغره دي نقطه تمام اللي مش موجوده دي، بس برضو خلت الداله غير 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 معرفه او غير متصله. معلش قول لي النهاية طب بص دي انا هعمل قفزة هنا، انا هعمل ثغرة هنا كمان. الثغرة اللي انا عملتها دي خلت ايه؟ خلت لا النهاية موجودة ولا الدالة موجودة، والحكم النهاية برضو انها غير متصلة. يعني هنا في رسمة الجديدة بالثغرة الجديدة خلت دالة واحد تساوي غير معرفة برضو. ليه؟ لاني همسك الواحد على الخط الرأسي بتاعه ما أنا مش لاقي يا عيني، مش لاقي، لا لقيت نقطة مغلقة هنا ولا نقطة مغلقة هنا ولا أي نقطة مغلقة على امتداد الخط إلى ما لا نهاية. يبقى عند الواحد الدالة غير معرفة، وهو هيتسبب أيضا في أن الدالة تبقى غير متصلة عند الواحد. يبقى إذن طب بصوا، لو خليت دي ثغرة وقفلت دي، يبقى هنا دالة واحد تساوي واحد ولكنها أيضا لا تزال غير متصلة. بسبب إيه؟ بسبب عدم وجود النهاية، عدم وجود النهاية تمام؟ طيب بصوا بقى في شكل تاني الناس تركز معايا فيه، وهو يعتبر حالة خاصة، حالة خاصة. ده تمام فهمناه كويس؟ ما هو متصوره ما احنا بنصوره صورة ماشي، صورة ثابتة بيكتشر يعني فوتو. صحيح، استني هكتب حاجة هنا، الدالة غير متصلة عند س تساوي واحد أيضا، سواء الثغرة كانت هنا أو هنا. احنا كنا عاملين الثغرة هنا ودي كانت نقطة، برضو غير متصلة يا مستر بسبب عدم وجود النهاية من الأساس. يا جهاد تفضلي. نجي بقى للحالة الخاصة اللي كنت هتكلم فيها دلوقتي. دالة كده وبعدين هنا في نقطة مثلا باتنين وهنا في نقطة بكام؟ بأربعة. أهي ادي الدالة فقط اللي قدامك، الدالة فقط اهي اللي مرسومة تمام؟ وانا عايز ابحث وجود نهاية دالة س عندما س تؤول لاثنين، وعايز كمان اشوف هل الدالة متصلة عند س تساوي اثنين ولا لا؟ نركز عشان دي حالة خاصة. اولا تعالوا نشتغل نفس شغلنا اللي فات، اللي هو رسم خط رأسي يمر بالنقطة المذكورة وبحث الاقتراب على يمينها وعلى يسار. ما هقول لك، أما أنت لو تصبري علي
ما انا بقول سبيشال كيس اهو حاله خاصه. هنعمل خط راسي بيمر بمين؟ بالاثنين اللي هي النقطه المراد بحث النهايه عندها. اهو يا استاذ خط راسي مار باثنين. لو جينا نبحث النهايه اليمنى هنقترب من داله من ناحيه اليمين. اقترب اقترب لحد ما خبطت في الخط اجي اشوف المقابل أربعة. يبقى خد بالك داله اثنين من جهه اليمين فقط اللي هي نهايه داله س. عندما س تقول اثنين من جهه اليمين موجوده يا استاذ وبتساوي أربعة. جميل يا جهاد. هاجي ابحث من ناحيه اليسار. اجي ابحث من ناحيه اليسار الاقي ان مفيش قاعده للداله معرفه اصلا من ناحيه اليسار، وده معناه ان النهايه اليسرى غير موجوده اصلا. النهايه اليسرى غير موجوده، تمام؟ يبقى داله اثنين من جهه اليسار او نهايه داله اثنين عندما س تقول اثنين من جهه اليسار غير موجوده اصلا بسبب عدم وجود قاعده تعريف للداله على يسار الاثنين. كده من الاخر يبقى هنا عندي في النهايه عدم وجود النهايه اليسرى ادى الى ان الحكم النهائي عن النهايه انها غير موجوده. يبقى الحكم النهائي ان هذه الداله ليس لها نهايه عندما س تقول الاثنين غير موجوده. ناجل من الله ينور عليك، ناجل الاتصال. طبعا بتعريفنا البديهي في البدايه واحد يقول يبقى الداله غير متصله عند اثنين. ليه يا عمي؟ بسبب عدم وجود النهايه. بسبب عدم وجود النهايه اليسرى ادى الى عدم وجود النهايه، فالداله اصبحت نهايتها غير موجوده. هل اتصال؟ لا، الداله متصله. الداله متصله عند اثنين. ليه بقى؟ انا عايزك تفهم المعنى البديهي للاتصال. المعنى البديهي، المعنى الدارج، المعنى الصحيح للاتصال ان خط الداله يكون متصل وما فيهوش تقطع. لا تقطع بصغرة ولا تقطع بقفزة. ده معنى الاتصال، ده المعنى الدارج للاتصال. أنا سيبك من النهاية والفيلم والكلام ده كله. بص أنا هعملك كده. حلو الكلام؟ النقطة دي هنا مقابلة الكام؟ هل الدالة متصلة عند ثلاثة؟ نعم. من غير ما تبحث بس كده متصلة، يعني إيه؟ خطها موصول عند النقطة المذكورة. خطها موصول مفهوشي، قولوا مفهوشي صغرة ولا فهوشي. بص دي بقى مش صغرة، دي قفزة. يبقى المعنى الدارج للاتصال أن يكون خط الدالة موصول، لا ثغرات ولا قفزات. بس يا أستاذ بس ده بيخالف المعنى اللي احنا اتفضلي ده بيخالف المعنى اللي احنا قلناه أن الدالة أكون لازم قيمة الدالة تتساوى مع قيمة النهاية اليمنى واليسرى. الكلام ده خاص هنا لأن مفيش نهاية يسرى من الأساس، فعدم وجود نهاية يسرى ما أداش إلى تقطع حقيقي في الدالة. يبقى الدالة أي نعم النهاية غير موجودة، ولكن في الحالة الخاصة دي الدالة متصلة عند اثنين، لأن عند النقطة اثنين لا في لا ثغرة ولا تقطع. تعرفيها حالة خاصة ازاي؟ إني مفيش أصلاً مفيش فرع دالة على يسار أو يمين النقطة المذكورة، تمام؟ مفيش فرع دالة معرف على يمينها أو على يسارها، تبقى دالة متصلة عند هذه النقطة طالما ما فيهاش ثغرة. اتفضلي. زي الدوال الجذرية. برافو عليك، يا سلام. دالة س تساوي الجذر التربيعي لس ناقص 3. أنا لو طلبت منك تجيب مجال هذه الدالة، تجيب مجالها، طبعاً دي دالة جذرية وجذرها زوجي، هتاخد أصفر مقام. هي كسرية عشان أصفر مقام، ده متباينة يا أميرة. فهنقول س ناقص 3 أكبر من أو يساوي 0، إذا س أكبر من أو يساوي 3، إذا مجال الدالة من 3 إلى موجب ما لا نهاية. يبقى ده معناه إن الدالة دي، معلش همثلها هنا، بادئة عند 3 ورايحة الموجب ما لا نهاية، ولكنها غير معرفة من الأساس على ما أقل من 3، صح كده؟ يبقى الجزء على يسار الثلاثة ملوش قاعدة عندينا أصلا، والجزء المعرف هو فقط على يمين الثلاثة. الدالة ليست لها نهاية عند الثلاثة، ليست لها نهاية بسبب عدم وجود نهاية يسرى، ولكن الدالة متصلة عند الثلاثة
لان معنى الاتصال هنا ان يكون الخط موصول، وده هيتحقق بعدم وجود فرع يسار اصلا، صح كده؟ ما هو لو في فرع يسار قطعه بعدين فرع يمين يبقى في حصلت القطعه، لكن الفرع اصلا بادئ من الفرع اليمين وما فيهوش فرع ايه يسار، فانا ما اقدرش اقول على دي قطعه، دي بدايه الخط اصلا. امتى بقى تكون غير متصله عند الثلاثه؟ ده موضوع ثاني بقى. ليه؟ لان الداله اصبحت غير معرفه عند الثلاثه بسبب وجود الثغره، وكده تصبح لا ليها نهايه ولا هي متصله بسبب عدم تعريف الداله عند النقطه ثلاثه. وده يحصل امتى يا استاذ؟ لو كان الجذر ده هيله بيله كده كسر، صح؟ لان احنا هنقوم باستثناء اصفار المقام ايضا، فهنعمل ايه؟ المتباينه اللي هيتم تكوينها مش هتكون اكبر من او تساوي، هتكون اكبر من فقط حتى نستثني السالبيه والصفريه معا، فهنخلي دي تبقى ايه؟ الفتره دي تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه بدل مغلقه، وساعتها الثلاثه ما يبقاش معايا، وتصبح الداله لا هي لها نهايه عند الثلاثه ولا هي متصله عند الثلاثه، ودي حاله خاصه في النهايه والاتصال. ده كل الكلام البياني اللي ممكن نستشقه على النهايه والايه؟ قولوا والاتصال. ندخل بقى في قوانين وقواعد النهايات. وقف. في جزئية مهمة هنا فاطمة بتسأل عليها، وهي هل الدوال الكسرية، هل الدوال الكسرية متصلة أو غير متصلة؟ السؤال ده منقوص، السؤال ده منقوص. تقصد الاتصال عند نقطة معينة ولا الاتصال على فترة معينة؟ بصوا الدالة دي، إذا كانت دالة سين تساوي 2 سين على سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6، هسأل سؤال مبدئيا، حدد مجال الدالة، حدد مجال الدالة. طبعا أنت أمام دالة كسرية، مجالها هو فرق أصفار، فأنت هتاخد المقام تعمل له إيه؟ هتحلله، تسويه بصفر وتحلله، يبقى سين وسين سالب وسالب، والستة دي كام؟ 2 في 3، يبقى أصفار المقام سين تساوي 2 سين تساوي 3، يبقى الدالة دي مجالها هو ح فرق العددين 2 وإيه؟ 3. يبقى الدالة اللي قدامك دي متصلة على ح كلها باستثناء، يبقى الدالة غير متصلة عند سين تساوي 2، الدالة غير متصلة عند سين تساوي. طيب لو أنا قسمت اتصال الدالة لفترات، عايز أعمل اتصال الدالة كإيه؟ كفترة. إيه الفترات اللي الدالة متصلة فيها؟ برافو عليك. من سالب ما لا نهاية لغاية واتنين إيه؟ اتنين مفتوحة مش معايا لأن الدالة غير متصلة عندها. وبعدين من اتنين، لا ولسه في واحدة تاني ومتصلة أيضا، من اتنين لتلاتة، صح؟ لأني ما استثنيت الاتنين والتلاتة، فهي متصلة في الفترة ما بين الاثنين والثلاثة، ومتصلة أيضا من ثلاثة وانت طالع بقى، يبقى من ثلاثة مفتوحة إلى ما لا نهاية. دي الفترات الثلاثة اللي فيها خط الدالة مفهوش تقطعات، لا بالثغرات ولا بالقفزات. هسأل سؤال، هل الدالة متصلة في الفترة من 1 لـ 5؟ هل متصلة في الفترة دي؟ لا. ليه؟ لأن الفترة دي تحوي الاثنين والثلاثة، تحوي نقاط فيها ثغرات، تحوي نقاط فيها الدالة غير متصلة، يبقى أقدر أقول الدالة غير متصلة على هذه الفترة، مع أنها متصلة على إيه؟ على فترات جزئية منها، لكن الحكم كفترة ككل لازم الفترة كلها تبقى خالية من أي ثغرات أو قفزات. لو الفترة دي تحتوي على ثغرة واحدة الدالة فيها غير متصلة، تبقى الدالة غير متصلة على الفترة دي، تمام؟ يبقى إذن متى أقول أن الدالة متصلة على هذه الفترة؟ عندما تكون الدالة متصلة على كل نقاط هذه الفترة. لو في نقطة واحدة جوا الفترة من النقاط الغير متصلة، أصبحت الدالة غير متصلة على هذه الفترة، يبقى الدالة غير متصلة هنا. هل الدالة متصلة على الفترة من 5 الموجب ما لا نهاية أم لا؟ أيوة.
متصلة على الفترة من موجب ما من خمسة الموجب ما لها. ليه؟ ومن أربعة ومن ثلاثة كمان والله. بس ثلاثة إيه؟ ما هو ثلاثة إيه؟ أقصد ثلاثة مفتوحة يعني على غرار هذه الفتحة. يبقى إذن هذه الفترة لا تحتوي أي نقاط تمثل ثغرات، لا تحتوي أي نقاط الدالة عندها غير متصلة، يبقى الدالة متصلة على الفترة ككل، تمام؟ ولكنها غير متصلة هنا بسبب احتواء الفترة على نقاط الدالة غير متصلة عنده. جميل؟ تعالوا نروح بقى لكيف نتعامل مع مسائل النهاية. وقف يا رجل. كيف نتعامل جبرياً الآن؟ جبرياً مع مسائل النهاية. عندنا أكثر من صرفة، عندنا أكثر من صرفة في مسائل النهاية. الصرفة يعني هي الخطوة الأولية، مش الصرفة، الخطوة الأولية تعود مباشر. الخطوة الأولية تعود مباشر. إيه تعود مباشر ده؟ إن أنت تأخذ الرقم اللي السين بتقول إليه، سين تقول ما هو بيقول لك نهاية كذا كذا كذا، عندما سين تقول لخمسة يبقى الرقم التعويضي المفروض تعوض به هو خمسة. هتعوض بهذا الرقم هيطلع لك ناتج من ثلاثة، يا إما يطلع لك عدد حقيقي على عدد حقيقي، عدد حقيقي على عدد حقيقي، والعدد الحقيقي اللي في المقام مش صفر، يعني خمسة على ستة، أربعة على ثمانية، اثنين على ثلاثة، صفر على سبعة، عادي، أهم حاجة ما فيش صفر فين؟ في المقام. يبقى الإجابة دي تمثل قيمة النهاية، وخلاص ما تعملش ولا شيء. ودي المسائل اللي بتخلص وبتتحل بالتعويض المباشر، خطوة واحدة خلصنا. لما يطلع لك ناتج التعويض عدد حقيقي، يعني عدد حقيقي يعني مش أحد الكميات الغير معينة أو الغير معرفة. طب أفرض طلع لي أحد دول اللي أنت بتقول عليهم دول الكم. نعم. أيوة بالضبط كده، صفر في المقام وعدد حقيقي لا يساوي صفر في البسط، ده النوع الثاني. تبقى النهاية عندها غير معرفة أصلا، يبقى النهاية غير موجودة، يبقى ما بكملش وما بعملش أي شيء، خلصت خلصانة دي، النهاية غير موجودة. إمتى يحصل؟ فوق في البسط لناتج التعويض المباشر إدى عدد حقيقي لا يساوي صفر، وتحت في المقام إدى صفر. هذه النهاية غير موجودة أو غير معرفة، سيبها وامشي، أو يعني حلها غير معرف. إنما طلع لك ده الشغل بقى، طلع لك في المقام كمية غير معينة. خد بالك الفرق بين غير معرف والغير معين. الغير معرفة دي ملهاش حل، الغير معينة دي في حل ولكن عليك تعيينه. إيه بقى الحالات دي؟ صفر على صفر، صفر على صفر، كمية غير معينة، تصرف. ما لا نهاية على ما لا نهاية، كمية غير معينة، تصرف. ده وده خاص بمسائل عن السين لما تقول إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية، أو ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هي كمية أيضا غير معرفة، وساعتها بتقدر تأخذ عامل مشترك زي ما أشوف في اللانهاية دلوقتي. يبقى الثلاثة دول طبعا كمية غير معرفة أكتر من ذلك، يعني واحد أس ما لا نهاية برضو غير معرفة، وما لا نهاية أس صفر غير معرفة. تفضلي. عدد ناقص، لا عدد ناقص ما لا نهاية، مش بما لا نهاية، مش بغير معرف، بسالب ما لا نهاية. لو قلت 2 ناقص ما لا نهاية بسالب ما لا نهاية، 2 زائد ما لا نهاية بما لا نهاية، بموجب ما لا نهاية، هي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. يبقى ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية، أو صفر على صفر طبعا اللي احنا تعامل عن البداية. طلعت لي يا أستاذ القيمة دي، ماذا أفعل؟ هتتصرف في هذه المسألة بإحدى الصرف الآتية. أول صرفة، الصرفة الخالدة اللي بتسعفنا كتير، وهي صرفة التحليل. التحليل أنواع: إخراج عامل مشترك، مقدار ثلاثي عادي أو مقدار ثلاثي معقد، فرق بين مربعين، مجموع أو فرق بين مكعبين، والتحليل بالتقسيم اللي احنا ممكن نستعيد عنه بالقسم التركيبي. قسم التركيبي، ودي صرفة برضو مهمة معانا، القسمة التركيبية. متى ألجأ للقسمة التركيبية؟ في حالتين: لما يكون بتتعامل مع مقدار رباعي في أربع حدود مش ثلاثة، أو مقدار ثلاثي به قفزة في الأسس. يعني إيه؟ سين أس ثلاثة زائد خمسة سين أس اثنين زائد الحد المطلق، إذا فين سين أس واحد؟ غير موجود. فتتعامل مع المسائل دي بالقسمة التركيبية، وهنشوف هنعمل كده إزاي. في كمان صرفة
بتبقى سهلة وخفيفة في بعض المسائل، اللي هي صرفة الضرب في المرافق. الضرب في المرافق لما بلاقي المسألة تحتوي على جذرا تربيعيا، وطبعا احنا ممكن نتصرف كمان فيها بنظرية النهايات، ولكن يبقى الضرب في المرافق نوع مهم جدا من أنواع صرف النهاية. في كمان عندي نظرية النهاية، النظرية رقم 4، قانون، اللي بيقول إيه؟ ماذا يقول القانون؟ يقول نهاية سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين أس ميم ناقص ألف أس ميم عندما السين تقول للألف، لقيت النهاية على هذا الشكل أو أنت ضبطتها بحيث توصل على هذا الشكل، فناتجها يساوي نون على ميم في ألف أس نون ناقص ميم. هذه نظرية النهايات. طبعا معظم نظرية النهايات ما تبقاش جاية في مسائل العلم بشكل مباشر، لازم يحصل تعديل. تمام؟ في كمان عندي ايه تاني؟ عندي مسائل اللانهاية، مسائل اللانهاية، فاكرين؟ اللي بقسم فيها على اكبر أس في المقام، او من البداية ممكن احل المسألة. مسائل اللانهاية لما السين تقول الى ما لا نهاية ليها ثلاث حالة، اكيد كلكم عارفين، لما يكون أس البسط أكبر من المقام، ولما يكون أس المقام أكبر، ولما يكون الأسين متساويين، أكبر أسين متساويين. لما يكون أس البسط هو اللي أكبر، أكبر من مين؟ أكبر من أس المقام يعني. فالمسألة دي ناتجها النهائي هو ما لا نهاية، أو سالب ما لا نهاية إذا كانت سين تقول أصلاً إلى ثالب ما لا نهاية. لو كان أس المقام هو اللي أكبر من أس البسط آلت المسألة إلى صفر، لما يكون أس المقام هو اللي أكبر تقول إلى صفر. لو كان الأسين بالبسط والمقام يعني متساويين آلت المسألة إلى عدد حقيقي ناتج من مين؟ من خارج قسمة المعاملات، عدد حقيقي ناتج من خارج قسمة المعاملات. أي معاملات يا أستاذ؟ المعاملات بتاعت أكبر أسين تساوي في البسط والمقام اللي حضرتك حكمت أنهم متساويين، عشان أنت قلت أن الأسين متساويين، فإذا خارج قسمة المعاملات هيدي لك الناتج النهائي. رقم 6 والأخيرة، نهايات الدوال المثلثية. نهاية الدوال المثلثية، ونهاية الدوال المثلثية ليها ثلاث قوانين، اثنين منهم يعتبروا نفس الصيغة اللي هو القانون اللي بيخص الجا واللي بيخص الظا، والجتا ليها قانون مختلف عنهم. طب ايه القانون اللي بيخص الجا والظا؟ نهاية جا سين على سين لما السين تقول لصفر بواحد. تمام؟ وأي إضافات تضاف هنا كمعامل أو هنا كمعامل بتنزل في الناتج النهائي. فلو قلت جا ثلاثة سين على اثنين سين تدينا ثلاثة على الاثنين. تمام؟ طبعاً الملحوظة اللي عايز أقولها هنا إن مش لازم القيمة اللي بعد الجا والمقام يكونوا سين، ممكن يكونوا مقدار، بس مقدار متساوي. يعني بص، نهاية جا 3 سين تربيع ناقص 5 سين زائد 1 على 3 سين تربيع ناقص 5 سين زائد 1 عندما المقدار ده يقول للصفر، عندما ده كله يقول للصفر بكام؟ بواحد. ايه ده يا استاذ مش فين الثلاثه؟ طالما المقدار اللي فوق كد المقدار اللي تحت يبقى اذا دي كانها جا سين على سين، جا شيء على نفس الشيء، يبقى هو لا يستلزم ايه؟ السين ذات نفسها. لان انا لو فرضت ان المقدار ده كله اسمه صاد هتبقى ايه دي؟ هتبقى جا صاد على صاد، صح؟
يبقى إذن ما فيش استلزام أن المقدار ده يكون سين مجردة، ولكن أي إضافات تضاف هنا. كمان في ملحوظة عايز أنوه عليها هنا من حساب المثلثات. تفضلي. لو في هنا إيه؟ لو في هنا تربيع والسين اللي تحت فيها إيه؟ وهنا في معامل مثلا. طيب من غير التربيع ده الإجابة كان جميل. بوجود التربيع اللي على الجا نفسها، تعال خلينا هنا، يعني جا تربيع 2 سين على سين تربيع، هذه النهاية. الإجابة هنا بأربعة. ليه؟ لأن التربيع النسبة المثلثية نفسها معناه أن القوس ده كله متربع، معناه أن النهاية كلها متربع، فكأني بشيل التربيع من هنا ومن هنا وبرفعه كله لأس 2، فأجيب ناتج النهاية العادي اللي كأن التربيع مش موجود وأقوم بتربيع الناتج النهائي. يبقى أنا هعمل كده، إيه قيمة النهاية دلوقتي؟ 2 4. تمام؟ طب بص الفرق ما بينها وبين دي. نهاية جا 2 سين تربيع على سين تربيع، جاب هنا بتاع بتبين. فالله يا عم ازاي تربيع هنا مش على القوس ككل، لانه مش على النسبه المثلثيه، ده على السين بس. طب وتحت؟ ما تحت في تربيع، ما هو التربيع ده خلى ايه؟ خلى فقط القيمتين دول مالهم زي ما قلت من شويه، يبقى دول بالنسبه لي كانهم شيء واحد. فمين بس اللي هينزل؟ المعامل بس، لكنه مش متربع. يبقى في فرق كبير لما التربيع يبقى على السين نفسها او يكون على النسبه المثلثيه نفسها. مين اللي بيربع الرقم؟ لما التربيع يكون على النسبه المثلثيه نفسها. مين تاني امسح الحته دي، مين تاني بيخضع لهذا القانون؟ الظا. يبقى نهايه ظا سين على سين لما السين تقول لصفر برضو بواحد ويدخل عليها برضو منطقية الإضافات أو التربيعات، نفس القصة دي. مين بقى اللي مختلف عنهم؟ قانون الجتا. نهاية 1 ناقص جتا سين على سين لما سين تقول لصفر. طبعا احنا لو عوضنا تعويض مباشر في الثلاثة دول هيطلع صفر على صفر فيهم هما الثلاثة حتى دي. ايوه يا استاذ، لان جتا صفر بواحد، جتا صفر مش بصفر. ما هو اللي خلى الجتا تشز عنهم ان جا صفر بصفر، ظا صفر بصفر، انما جتا صفر بواحد. فلو قلنا نهايه جتا سين على سين لما سين تقول لصفر، دي مش بواحد، دي غير معرف. ليه؟ لايرلاين عليك، لان جتا صفر بواحد وتحت صفر باظت، غير معرفه دي او النهايه غير موجوده. تمام؟ انما نيجي هنا بقى لو عوضنا تعويض مباشر نقول ايه؟ 1 ناقص جتا صفر بواحد، يبقى 1 ناقص 1 صفر على صفر، كميه غير معينه. فالناتج النهائي لهذه النهايه طبقا للقانون صفر مش واحد زي اخواتي. هقول هنا ملحوظه مهمه من حساب المثلثات برضو، اللي هي ايه؟ جا الزاوية تساوي جا مكملتها وتساوي جتا متممتها. اسمع، مين دي؟ جا مين؟ جا الزاوية تساوي جا مكملتها. يبقى جا سيتا تساوي جا باي ناقص سيتا. مين باي ناقص سيتا؟ مكملة السيتا. وهذه النسبة تساوي أيضا جتا، بس عندما قلت جتا تبقى متممتها، يبقى 90 ناقص سيتا، اللي هي باي على 2 ناقص سيتا. التالت دول متساويين. جا الزاوية تساوي جا مكملتها وتساوي ايضا ايه بقى؟ جتا متممتها. الاثنين دول ساعات بتستخدمهم في
بعض المسائل في النسب المثلثية. ظا الزاوية تساوي سالب ظا مكملة. سالب ظا مكملة وتساوي زطا متممتها. ما انت اول ما قلت المتممة فالمتممة بتضيف ايه؟ بتضيف ت. فاكرين لما كنا بنقول 90 بتغير؟ فالجا في المتممة تصبح جتا، والظا في المتممة تصبح زطا. اما في المكملة فبيفضلوا زي ما هم، بس هنا في اختلاف في مين؟ في الإشارة بس، لأن الظا في الربع الثاني سالبة وليست موجب. تمام؟ تعالوا يعني نفتكر الـ 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 الحاجات دي بأمثلة لطريقة إجراء كل واحدة منهم. هتصوري ده للصفر، دي باتنين عادي، تصوريهم لهم. ادي كل القوانين اللي ممكن نقابلها في النهايه. عايز كتاب بس؟ كتاب. طب معاك حاجه مكتب؟ انا كده مش عارف فيها حاجه. دكتور جمع معلش رضوى ابدئي. ده مثال يا جماعه، ده مثال بيضم اكتر من صرفه من صرف النهايات. بيضم التحليل وبيضم ايضا الضرب في المرافق، الاثنين هنعملهم هنا. طيب ناجي اولا لخطوه التعويض المباشر. سين تقول لي 5، 5 تربيع ب 25 ناقص 5 في 5 ب 25 بصفر. 5 زائد 4 9 جذرها ب 3 ناقص 3 صفر، الجذر لا يشمل الثلاثة. يبقى اذا التعويض المباشر ولا تغفل هذه الخطوه. ادانا صفر على صفر، كميه غير معينه، فهنضطر نكمل بصرف النهايات اللي عندنا. فوق تحليل بأخذ عامل مشترك، س تربيع ناقص 5 س، هناخد س عامل مشترك فتبقى لنا س ناقص 5. خد بالك ان احنا بنسعى لحذف حاجه اسمها العامل المسبب للصفر، والعامل المسبب للصفر هو عباره عن س، وودي الرقم ده ليه باشاره مخالفه. يبقى لما س تقول لخمسة تعويضها ده صفر على صفر، يبقى العامل المسبب للصفر هو س ناقص 5، ده اللي بنسعى لحذفه. اظن ان هو ظهر هنا فوق في البسط، يبقى باقي انه يظهر في مين؟ في المقام. ازاي هيظهر في المقام يا استاذ؟ هنفعل الاتي. اتفضل. هنقوم نظريه النهايه. جميل. هنقوم بالضرب في المرافق. المرافق هنا هو نفس القيمه الجذريه س زائد 4، ولكن بعكس الإشارة اللي بتتوسط الجذر والرقم الصحيح. يبقى هنضرب في س زائد 4 كجذر زائد 3 فوق وتحت. تمام؟ ما هو خلاص لازم نضرب في نفس القيمة فوق وتحت. يلا اتفضل اضرب في المرافق. ده هيضرب في مين؟ فينزلوا زي ما هم، ما توزعهمش. س في س ناقص 5، افتح قوس كبير، الجذر التربيعي لس زائد 4 زائد 3. اما لما تيجي تضرب العدد في مرافقه هتضرب القيمه الجذريه في القيمه الجذريه فيروح منها الجذر ويفضل س زائد 4، وتضرب القيمه الصحيحه في القيمه الصحيحه، سالب 3 في موجب 3 بسالب 9. الان تجمع لي القيمة النهائية للرقمين دول، موجب 4 ناقص 9 يدينا سالب 5، فيظهر معاك العامل المسبب للصفر اللي هتقوم بحذفه، فيطير المقام في النهاية وما يتبقاش غير القيمة اللي في البسط اللي هي س في الجذر التربيعي لس زائد 4 زائد 3. تعويض مباشر الآن، س دي بكام؟ بخمسة، اهي بحسب ما تقول اليه السين. وبعدين 5 زائد 4 9 اللي هي جذرها ب 3 زائد 3، يبقى عندي 6 في 5 ب 30. تمام؟ تعال نشوف مسألة على القسمة المطولة. عفوا يا رضوى، دور على حاجة كده. ايه؟
حاجة حرشة كده في القسمة المطولة. الناس تقول عليها القسمة المطولة، تفصليها في النهاية لوحدها، يضلك فوق سين ناقص خمسة، هتيجي لمين لدي؟ هتخليها سين زائد أربعة لكل قص نص، تمام؟ ناقص، وهتجيب الثلاثة دي اللي هتسعة لكل قص نص، هتعدل البسط، بدل ما هو ناقص خمسة هتخليه زائد أربعة، تمام؟ عشان ما غش في قيمة الأربعة كده، أصبح النون بواحد والميم بنص والألف بتسعة، يبقى واحد على نص فيها الاثنين، في ألف أس نون ناقص ميم أس واحد، لا 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 ده مش نص ناقص واحد، ده واحد ناقص نص بنص. وما انساش ان كل ده مضروب في مين؟ في نهاية سين اللي انا مطلعها من بره. طبعا تسعة أس نص يعني الجذر التربيعي لتسعة اللي هو كام؟ اثنين في ثلاثة بستة في خمسة 30. هذه طريقة أخرى فاطمة بتعرضها لنا، صورتيها دي يا رضوى، دي طريقة أخرى اللي هي حل المسألة مش بالضرب في المرافق باستخدام نظرية النهاية. بحييك يا فاطمة، طريقة طبعا مميزة. طيب خلينا نتكلم دلوقتي في فكرة أخرى، القسمة هناخد طريقة سهلة في القسمة التركيبية. زي تصوير رضوى دلوقتي هناخد مثال على القسمة التركيبية، بعض الطلبة بيستاء منها، مش انتو خالص يعني، او بيقول ان هي طويلة، هناخدها بطريقة سهلة، طريقة القسمة التركيبية بكتابة المعاملات فقط. ادي عندي مثال، وهقول اصلا ليه حكمنا على ده انه قسمة تركيبية. اوجد نهاية سين أس 3 ناقص 7 سين زائد 6 على 3 سين تربيع ناقص 8 سين زائد 4 عندما السين تقول لاثنين. طبعا مش عايزين نرغي في التعويض المباشر لانه هيطلع 0 على 0 8، عوض انا شفويا، 8 ناقص 14 سالب 6 موجب 6 بصفر، 3 في 4 ب 12 12 ناقص 16 سالب 4 موجب 4 0. يبقى احنا عرفنا يا مستر ان المسألة دي مطلعة كمية غير معينة، فمحتاجين نتصرف. لو احنا بصينا للمقام نلاقيه يحلل كمقدار ثلاثي معقد بس ما فيهوش قفزات، يبقى تحليل عادي، تحليل مقدار ثلاثي سين أس 2 سين أس 1 حد مطلق، تسلسل تنازلي في الأسس من غير قفزات. بص هنا فوق بقى سين أس 3 سين أس 2 مش موجود، وبعدين سين أس 1 وبعدين حد مطلق. يبقى احنا قلنا ان القسمة التركيبية بنطبقها في حالة، بنطبقها في حالتين، اولا ان في قفزة في الأسس، ثانيا ان يكون مقدار رباعي ما فيهوش قفزة في الأسس، تمام؟ وحتى لو مقدار رباعي في قفزة الأسس برضو قسمة تركيبية. تعالوا معايا في الأول لمين؟ للمقام، بسبب بساطته سين تقول لي كام؟ يبقى مين العامل المسبب للصفر اللي أنا بسعى لحذفه؟ سين ناقص 2. يبقى أنا عايز أحلل المقدار ده بحيث يظهر لي سين ناقص 2. 3 سين تربيع هتتقسم 3 سين وسين، خدي بالك ده مقدار ثلاثي معقد، لما نيجي نتأكد من الرقم طرفين وسطين كامل الإشارة هنا كام؟ موجبة، يبقى الإشارتين هيتبعوا الأوسط، يبقى الاثنين سوالب. الأربعة كان في كام؟ الأربعة يا أستاذ ليها احتماليتين، يا إما اثنين في اثنين يا إما أربعة في واحد. لو جربنا اثنين في اثنين هنلاقيها زودت معانا خالص، ليه؟ سالب ستة سين سالب 2 سين يدولك سالب 8 سين، تمام؟ يبقى إذا تحليل المقدار الثلاثي المعقد ده خلصناه،
وظهر معانا العامل المسبب للصفر اللي هو س ناقص 2. فاضل بقى انه يظهر في البسط. يلا بينا نروح للبسط اللي حكمنا مسبقا انه هيحلل كقسمه تركيبيه. نفتكر مع بعض القسمه التركيبيه سهله خالص، سهله خالص. اولا بنكتب هنا المقسوم عليه بس كرقم فقط، مش كمعامل كمان يا امير. يعني مش اكتب س ناقص 2، اكتب فقط الرقم اللي بتقول اليه السين. تذكر جيدا، اكتب فقط الرقم اللي بتقول اليه السين. طب وهنا يا استاذ بتكتب المقسوم بس كمعاملات فقط، كمعاملات فقط، وتاخد بالك من الثغره او القفزه، قفزه الاسس معاملها بصفر. يبقى احنا حتى بنكتب معامل اللي مش موجود. السين اس 3 معاملها 1، السين اس 2 معاملها 0، بعيد عنه شويه، السين اس 1 معاملها سالب 7، والحد المطلق ب 6. يبقى احنا بنكتب المقدار كمعاملات. جميل. وبعدين بنعمل ايه يا استاذ؟ بنعمل خط كده، ننزل اول رقم زي ما هو، تذكر جيدا اهو اللي هو كام، ونفعل الاتي. نفعل الاتي بكل بساطه، بس الواحد اللي نزل زي ما هو اللي هو اول رقم اللي هو معامل اكبر اس في المقسوم، بينضرب في المقسوم عليه 1 × 2 × 2، وتكتب النتيجه هنا، ثم يجمع الرقمين 0 + 2 = 2. ثم نعاود العمليه 2 × 2 = 4، ويجمع الرقمين -7 موجب 4 يدي لك، فتكرر العمليه -3 × 2 = 6، فيجمع الرقمين فيدوا لك 0. أين الإجابة؟ هذه هي الإجابة، باستثناء الصفر طبعا، لأن الصفر ده دليل على أن القسمة انتهت مش أكتر، ولكن دي الإجابة. أرجعها تاني، أحولها إلى مقدار بقى، أحط فيها السين. طبعا ده الحد المطلق بترتيب، أولهم ده الحد الإيه؟ المطلق. يبقى ده معامل سين أس 1، يبقى ده معامل سين أس 2، يبقى المقدار هو 1 س + 2 + 2 = 3. ده كمعامل. يلا نروح به هناك بعد ما أنهينا القسمة المطولة. يا فاطمة افتكرتيها كويس؟ تمام. تعال بقى نكتب إيه؟ الحل الأخير. الحل الأخير عبارة عن ما توصلت إليه، ما أنت حللت المقدار ده إلى ده في ده، بس ده كعامل مسبب. يعني لما تيجي هنا هتكتبه كعامل. يبقى هنا يبقى س تربيع زائد 2 س ناقص 3، ما نتج من القسمة ده خارج القسمة، في المقسوم عليه، بس المقسوم عليه مش 2، المقسوم عليه كعامل مسبب. يبقى احنا بس بنسهل بالعملية دي، يبقى المقسوم عليه كام؟ س ناقص 2، وهو العامل المسبب للصفر. الآن نعم بالضبط، احنا بنحلله الى عوامله الاوليه، وعوامله الاوليه هو هذا المقدار والعامل المسبب للصفر. يطير العامل المسبب للصفر، ثم نعوض تعويض مباشر في المقدار المتبقي عن س تساوي 2. يبقى 4 + 4 = 8 ناقص 3 × 2 = 6. 6 ناقص 2، يبقى الإجابة النهائية 5/4. هنكتفي بالقدر ده ونكمل غدا بإذن الله.